الوضعية الخاصة ميلا فشاي شكري بالعين. اليوم في اللحظة هذه بعد عام ونص من قرارات قضائية طالبة معطيات موجودة في وزارة الداخلية، اليوم تحصلناش عليها. توخر الملف مرة أخرى مشاء الماي، ملف شاي شكري بالعين مشاء الماي، نستنوا في تنفيذ قرارات قضائية صادرة في نوفمبر 2019. وثيقة ولا وثائق طلبتها القضاء صدر فيها قرارات، دائرة الجنائية فيها خمسة قضاة صدروا قرارات ممتنعة اليوم وزارة الداخلية عن تنفيذها، وذاك علاش الملف قاعد يتعطل ويزيد يتعطل. في ملف الجهاز السري اليوم وقت اختلفنا مع وزارة الداخلية مع قياداتها، قلنا لهم راكم هزيتوا الوثائق هذه من الجرجاني سرقتوها وحطيتوها في غرفة سوداء في وزارة الداخلية، قالوا لا، أعطانا النيابة العمومية إذن. جبنا السيد اللي كان نيابة عمومية في الوقت ذاك وقال لهم أنا ما أعطيت حتى إذن حتى واحد. النيابة العمومية كشفت كذب وزارة الداخلية وكشفت إنه سرقت، ولكن النيابة نفسها وكيل الجمهورية السابق يرفض إنه يتبع البوليسي هذا لارتباطهم بالجهاز السري، ولارتباطه هو بالجهاز السري، هذوما شركاء هذوما زملاء في تنظيم وسري في جهاز سري يخرب في الدولة، وذاك علاش ما حلهمش وذاك علاش اليوم متعطلة. انتقلنا لريانا، ونعتقد انه انتقالنا لريانا باش يمثل نقلة نوعية في ملف الجهاز السري، ورأيي الخاص انه ننتظروا ايقافات من المسؤولين الكبار نتاع وزارة الداخلية اللي كذبوا على النيابة، ما كذبوش على هيئة الدفاع، كذبوا على النيابة، قالوا النيابة عطتنا اذن، جت النيابة قالت ما عطيتش اذن، المفروض انه يتحاسبوا القضايا حسبهم على كذبهم على الأجهزة القضائية. في ملف الجهاز السري تعرفوا مقدمته الأستاذة إيمان بإيجاز، احنا قلنا راهو الجهاز السري هذا مرتبط بحركة النهضة. كيفاش مرتبط؟ السجناء اللي فيه، الناس اللي تعمل في الجهاز هذا كلهم سجناء حركة النهضة، بما فيهم المستشار اللي يعطي في المنح الحكومية لأعضاء من غزة ويعطي في التجنيس، يساهم في التجنيس هو نفسه تنقل لغزة. قلنا انه راهو الجهاز السري هذا الناس اللي عاملة قوائم نتاع السلاح باش تدخلها باش تنفذ بها، تقول الفرقة اللي تبحث تقول باش تنفذ بها عمليات مستربة، راهو ما ينجم يكون الا مرتبط بجهاز. كل الاشخاص تتذكروا التسجيلات اللي خدروا الخرجة، جابوا الشخص اللي كان يتكلم فيه مصطفى خضر، قال لهم انا راني سجين سابق في حركة النهضة وانا نخدم مع مصطفى خضر وما في باليش به يسجل، يعني كل ما حول هالملف هذايا ومرتبط بحركة النهضة. اش كانت تعمل في بار؟ كانت تراقب في الاجانب. قلناها بصريح العبارة، راهو حركة النهضة وقت يتقرب بواسطة جهاز سري الاعتداء على اشخاص وطنيين في تونس وزعماء في تونس، والا باش تعتدي على اجانب راهو لازم يكون عندها سلة اهداف، لازم تكون سلة الاهداف واضحة. الاجانب هذوما شكون وين يسكنوا، شكون انساهم وشني شركاتهم وشني محلات اقامتهم وشني عناوينهم، وهذا كله موجود بدقة كبيرة في الاعمال اللي قام بها مصطفى خضر. بل انه يعني بالجهاز السري نتاعو المرتبط بحركة النهضة، بل انه خزانة وزارة الداخلية تجاوزهم، عنده معلومات خزائن وزارة الداخلية ما عندهاش. فنعتقد اليوم انه حقيقة الغرفة السوداء اتكشفت وحقيقة الجهاز السري انجلت، هناك تنظيم سياسي عنده، هناك حزب سياسي عنده جهاز سري تم الكشف عليه، كل انسان خبى قضائيا او امنيا هالمعطيات هذه ترقى ودعموه وترقى وخذا مهمات اكبر من المهمات نتاعو، واليوم على راس البرلمان. عندنا رئيس جهاز سري، عندنا رئيس تنظيم خاص، ولابد من اسقاطه شعبيا وبالشارع، ولابد من محاكمته محاسبة. نقول لكم انه راهو للبحث، جبناه للبحث وتبحث، راجل غنوشي جبناه للبحث في ملف الجهاز السري وتبحث، وارتكب. احنا اليوم ما صرحناش بمحتوى بحثه خاطر ارتكب اخطاء باش يتحاسب عليها وباش نحاسبه عليها، ما حبيناش نصرحه باش ما نعطوش ملامح على الاستنطاق نتاعو، لكن تم السماع كمشتكى به في الوحدة الوطنية للابحاث في جرائم الارهاب بالعوينة، وهو حاليا موجود ملفه ضمن ملف الجهاز السري في ريانا، وسنلاحقه وسنحاكمه بالقانون.